بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، إنك على كل شيء قدير. نرحب بضيوفنا في وسائل التواصل الاجتماعي في صفحة هيئة علماء المسلمين على تطبيق الفيسبوك، نرحب بهم في مجلس الخميس الثقافي في هذه العودة المباركة إن شاء الله، ولكن بدون ضيوف، مع المحاضر فقط والمصور إن شاء الله. واليوم نرحب بضيفنا مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري، ليلقي علينا محاضرة بعنوان الجوائح والجوائح الفكرية، فليتفضل. جزاه الله خيرا وبارك الله فيه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني متابعي حساب الهيئة على الفيسبوك، إخواني رواد مجلس الخميس الثقافي، إخواني المشاهدين جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد انقطاع لثلاثة أشهر عن النشاطات العامة التي تقتضي حضور جمع من الناس ومنها مجلس الخميس الثقافي، نعود هذا اليوم لمتابعة هذا النشاط وإعادة جلسات مجلس الخميس الثقافي الافتراضي الذي سيكون مؤقتا إلى أن يسمح بالتجمعات ذات العدد، فيكون افتراضيا مراعاة للاحتياطات الصحية التي تقتضيها الظروف المحيطة بنا في جائحة كورونا. ولذلك ستكون هذه المحاضرة مقتصرة كما أشار أخي المقدم الشيخ حامد على المحاضر ومدير الجلسة والمصور فقط، مراعاة لما تقدم ذكره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تعود مجالسنا وتعود نشاطاتنا، وأن يرفع الله سبحانه وتعالى هذه الأمة عنا جميعا، وأن يبعد عنا كل الشرور الوبائية منها وغير الوبائية، إنه على ذلك قدير. موضوع اليوم له علاقة بالظروف والأوضاع التي نعيشها جميعا، وهو موضوع الجائحة الوبائية. لذلك محاضرتنا لهذا اليوم بعنوان الجوائح الوبائية والجوائح الفكرية. إخواني وأحبائي، مصطلح الجائحة شاع وانتشر في وسائل الإعلام بعد انتشار وباء كورونا يعرف بالكوفيد 19 وانتشاره في العالم. وهذا المصطلح الجائحة هو مصطلح عربي فصيح، فضلا عن كونه مصطلحا شرعيا علميا استخدمه علماؤنا في كتبهم الشرعية منذ وقت مبكر، ولديهم حديث طويل عن الجوائح التي تصيب البشر في حيواتهم وفي معاشهم وفي أوضاعهم العامة وفي كل ما يتعلق به، أي مما تعم به البلوى، سواء كانت تصيب الجسد أو تصيب العقل أو تصيبهما معا. وقد استعير هذا المصطلح للتعبير عن انتشار الوباء وسعته، فعندما يكون الوباء محصورا في مكان معين أو إقليم معين لا يأخذ هذا الوصف. فالجائحة إذن هي مصطلح يدل على أن هذا الوباء قد اتسع وانتشر في إقليم واسع جدا أو على مدى المعمورة، ولذلك شاع هذا المصطلح. عندما نعود إلى تراثنا نجد بأن العلماء أيضا كانوا يتحدثون عن الجوائح التي تصيب الإنسان وماله
وحياته ويتحدثون عنها بحديث يدل على المعنى نفسه الذي يستخدم الآن في وسائل الإعلام والذي تقره المنظمات الدولية المعنية وأنها منظمة الصحة العالمية. فإذا نحن في إطار جائحة وبائية عمت العالم منذ أشهر، انقشعت نسبيا في أماكن وما زالت في أماكن أخرى، ويبدو أنها انتقلت إلى أماكن أخرى وبدأت مرحلة جديدة من الوباء كما يحدث الآن في أمريكا الجنوبية وبعض أطراف أفريقيا. الخطر ما زال قائما، فالخطر حقيقي، فهو وباء أصاب الكثيرين وللأسف قضى على الكثيرين. هذه الجائحة تم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لها ممن يهتمون بهذا الأمر، ممن يهتمون بصحة الإنسان، ممن يهتمون بشعوبهم، ممن يراعون المحافظة على نسق الحياة واستمراره وإبعاد كل شر عن مواطنيهم. وهكذا تتفاوت الإجراءات بين بلد وآخر، بين أمة وأخرى، فمنهم من هو المستخف بهذا الوباء، ومنهم من هو المستهزئ بهذا الوباء، ومنهم من هو المقصر، ومنهم هو غير المقصر. وهكذا رأينا أن دولا سارعت واتخذت الإجراءات المناسبة، ودولا تأخرت فوقعت للأسف فيما لا تحمد عقباه. وللأسف نحن في العراق في بلد محتل منذ 17 عاما يعم الفساد جميع جوانبه، جميع أنحائه، جميع محافظاته، فساد سياسي وإداري، وينسحب هذا على الجوانب الأخرى الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية. وها هي جائحة كورونا تجتاح العراق الآن للأسف، والأخبار التي ترد من العراق أخبار مؤلمة ولا تبشر بخير، فقد تم التساهل مع هذا المرض في طريقة الوقاية وفي طريقة المعالجة، بل وصل الأمر إلى اتخاذه وسيلة للتهرب من أعباء كبيرة جدا في ظل فشل سياسي قائم على العراق منذ ساعة الاحتلال وحتى هذه اللحظة، يدفع ثمنه أبناء العراق الذين لا يستطيعون أن يقوموا هم باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أنفسهم بسبب حالتهم الاقتصادية الصعبة، وقد تكاثرت عليهم الهموم، وبدل أن تحاول الحكومات المتعاقبة حكومات الاحتلال أن تخفف من هذا الأمر، وإذا بها تزيد العناء والشقاء عليهم يوما بعد يوم. فالعراق من كل الجوانب يخفي حقيقة ما يجري فيه. هناك للأسف نستطيع أن نقول جائحة أكبر مما هي معروفة في العالم في العراق، والظاهر كما يقولون منها الآن هو فقط رأس جبل الجديد، والمخفي كثير. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة للعراقيين جميعا وللعالم أجمع. المشكلة الأخرى المصاحبة لهذه الجائحة الفكرية البوابائية والتي تربطها بالجوائح الفكرية، ونقصد بالجائحة الفكرية هي الأوهام والشبه والأفكار الغريبة والضلالات التي تجتاح عقول الكثيرين وتبعدها عن التفكير السوي والصحيح، ومن ثم التصرف والموقف السليم والمناسب. فالجائحة الوبائية جاءتنا في ظل جوائح فكرية نعاني منها في العراق وفي بلاد الأمة جميعا. هناك عامل مشترك بين الجائحة الوبائية والجائحة الفكرية، وهو أن هناك جائحة فكرية داخل الجائحة الوبائية، وأعني بها محاولة التقليل من آثار هذه الجائحة الوبائية، من آثار هذا المرض المعدي، والقول بأنه مضخم، أنه مستغل لإرادات دولية، أنه مؤامرة كما يرد على لسان كثيرين، وأنها من السبل المزعومة والموهومة لاستدراج الناس والتصرف بإراداتهم وحيواتهم وأموالهم لأهداف معلومة. ومنهم ذهب أبعد من ذلك وقال هي إرادات لدول وظيفية، ولذلك أخذ يستغرب ولا يصدق وينكر أي تصرف حكومي أو إداري تقوم بهذه الدولة أو تلك. ونحن نقول جميعا على الرغم من الخلاف الكبير
بين بعض حكومات الدول وبين شعوبها وما تعانيه منه، إلى أن هذه الجائحة استطاعت أن تحقق شيئا ما كان مفقودا كنا نطالب به منذ زمن، وهو التعاون بغض النظر عن الموقف من الحكومة أو موقف الحكومة من الشعب. وأنا هنا لا أتحدث عن العراق، فالعراق الوضع يختلف، العراق محتل، أنا أتحدث عن عموم بلاد العرب والمسلمين. ينبغي أن تكون العلاقة في هكذا جوائح، في هكذا أوضاع صعبة، علاقة تقوم على أساس تحقيق المصلحة العامة. ممكن أن تهدأ الخواطر قليلا، ممكن أن تستبعد بعض الإشكالات بعض الخلافات إلى حين ما، تجتمع الأمم والبلدان والأوطان على قضايا مصيرية تتجاوزها ثم تعود لمزاولة حياتها الطبيعية، ومن ثم أيضا ممارسة حقها في الاختلاف الفكري والمعارضة. أيضا ما يجري في العراق يختلف عن هذا تماما. أعود فأقول بأنه تم تصوير هذا الأمر من بعض الجهات وبعض الأشخاص، وطبعا بحسن نية، وطبعا باب حرصهم على الأمة وعلى بلادهم وعلى شباب أمتهم وعلى مقدرات أمتهم، بأن هذا الأمر مؤامرة دولية من هنا أو هناك لأهداف خفية. لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع، لكن أقول المرض حقيقي، الجائحة حقيقية، الوباء حقيقي يتهدد الأرواح، والدليل كم الإصابات الكبير بالملايين وعدد القتلى اللي تجاوز الآن عشرات الآلاف بل مئات الآلاف، ومرشح أنه يزداد. ومعدل فقط الوفيات في بلد واحد كالبرازيل يوميا تنبئنا بالمخاطر الكبيرة لهذا الوباء، فهي حقيقة. لكن أن نذهب نسأل هل هو كما يقولون قضاء وقدر أم تدبير بشر، وكلاهما قضاء وقدر، سواء كان تدبير بشر أو موت أو هكذا، ولكن الناس بأسلوبهم العام يقولون قدر، القضاء والقدر هو بدون خطأ بشري يقصدون، كله قضاء وقدر. ولكن هل هو خطأ بشري أم أمر مدبر أم عقوبة من الله كما يقول بعضهم، استنادا إلى أن هذه العقوبات تقع على الأمم في الزمان القديم وفي الزمان الحاضر وفي الزمان المستقبل. المهم جرى نقاش بين هذه الاتجاهات، ونقاش طويل لعله أخذ جهدا أكثر من اللازم، وقتا أكثر من اللازم، وصرف طاقات كثيرة عن استغلال المرحلة الزمنية الأشهر الماضية، مرحلة الحضر والحجر، لإنجاز أعمال قد تكون مهمة أو إنجاز مراجعات قد تعين على تحسين معيشة وتعامل البشر بعد هذه الأزمة. الخلاصة أنه مرض حقيقي ووباء وجائحة حقيقية، ولكن قد تستغل من هذا الطرف أو من ذاك الطرف، من هذه الدولة، من هذه المؤسسة المصرفية العالمية، من البنك الدولي، منظمة الصحة العالمية، هل هي صادقة أم غير صادقة، المشكلة القائمة بينها وبين بعض الأنظمة وما إلى ذلك، الصراع من أجل تحقيق مصالح اقتصادية ومكاسب سياسية وانتخابية، هذا كله وارد. كل قضية من قضايا العالم الآن تستغل، وأكثر من يعي هذه الحقيقة هو عالمنا المسلم الذي تستغل إلى الآن المآسي والآلام التي تجري فيه في بلداننا، في العراق، في سوريا، في فلسطين، في اليمن، في ليبيا، وقس على ذلك. إذن الشق الأول وباء ومرض حقيقي ينبغي العمل على النجاة منه بكل صورة ممكنة. وهنا كشرعيين يكفينا شهادة مجموعة من أهل العلم، من الأطباء المسلمين، من أهل الخبرة المتخصصين في هذا المجال، مجال الأوبئة، مجال الأمراض الصدرية، مجال الأمراض التنفس، جهاز التنفسي وما يتعلق به، يكفينا شهادة مجموعة منهم، يحيل العقل كما هي القاعدة الشرعية في الخبر المتواتر أن يتواطأ على الكذب. وقد فعل هذا عشرات بالمئات من الأطباء والعلماء المسلمين في بلادنا وفي الغرب، بل دفع بعضهم حياته وهو يواجه كورونا، كما حدث لعدد من الأطباء في أوروبا، ومنهم طبيب عراقي رحمه الله في بريطانيا. فإذا الأمر حقيقي ننتهي منه، ولكن هل يستغل؟ نعم يستغل. فإذا ينبغي أن لا نغلب جانبا على جانب، وإنما نعمل جميعا من أجل أن نقف له بقوة، ونصد ما نستطيع ما نصد، ونتعاون على عدم اتساعه واتساع أذى. هذا بالنسبة للجائحة الوبائية وعلاقتها بالجائحة الفكرية التي قلنا بأنها مشكلة فكرية شغلت كثيرين، وأنشبت معركة متوهمة بينهم في وسائل التواصل الاجتماعي، وعطلت جهودهم في هذا الموضوع. هذا أمر. الأمر الثاني
يتعلق بالجوائح الفكرية. حديثنا كان عن الجوائح الوبائية في القسم الأول من هذه المحاضرة، والقسم الثاني كان عن الجوائح الفكرية داخل الجوائح الوبائية، والقسم الثالث من هذه المحاضرة يتعلق بالجوائح الفكرية. المقصود بالجائحة الفكرية هو وباء بين قوسين، تعبير مجازي، يجتاح العقل فيؤثر على مسارات التفكير فيه، يؤثر على تصوراته، فتنتج تصديقات أو نتائج إلى الخارج، خارج الدين، غير صحيحة وغير دقيقة، وتنبني عليها مواقف لا تكون بالضرورة مواقف منضبطة. وعدم الانضباط هذا يؤثر على موضوع التقييم والمعايير. فجائحتنا الفكرية في زماننا المعاصر للأسف هي اختلال المعايير وانعدام الضوابط الصحيحة للحكم على الأشخاص والجماعات والتصرفات. القاعدة المعروفة عند علماء المسلمين، عند السواد الأعظم من المسلمين، أنهم لا يكفرون الذوات وإنما يكفرون الأقوال والأفعال. هذه كقاعدة في باب التعامل مع الأفكار. نستطيع أن ننزل هذه القاعدة على واقعنا فنقول لا نحكم على الأشخاص لأنهم بذواتهم، لا نحكم عليهم بذواتهم، لا نحكم عليهم لأشخاصهم، لا نحكم عليهم لمواقف شخصية بيننا وبينهم، هذا هو المفروض والذي لا ننجو منه في الغالب، وإنما ينبغي أن نحكم على أفعالهم وعلى أقوالهم. والحكم على الأقوال والأفعال هو المطالبين به شرعا. فالحكم على القول والفعل يجعل الحكم موضوعيا لا ذاتيا، لأن الحكم على الشخص دائما يتأثر بالانطباع، والانطباع كما يقول العلماء هو تصور، يعني نتيجة ظنية وليست قطعية، وبالنتيجة سنقع في تعدد الأحكام بسبب التأثر بالزمان والمكان والحالة وطبيعة التعامل مع الشخص. هذه المشكلة مزمنة جدا، وهي ليست جديدة، ولكنها تتسع في زمن وتنحسر في زمن. تنحسر عندما تزداد العلوم، عندما تزداد حالة الثقافة، عندما تكون حياة الأمم والبلدان طبيعية لا تشوبها شائبة، ولكنها تضطرب عندما تتكدر هذه الحيوات بالاحتلالات، بالظروف غير الطبيعية، بالصراعات، بالحروب، بالخلافات السياسية التي تجعل المواقف تتأثر بالولاءات السياسية وتنسحب على تأييد شخص ما لأنه يؤيد جهة ما، ومعارضة شخص ما لأنه يعارض جهة ما، مع أن هؤلاء الأشخاص قد يكونون قبل هذه المشكلة التي تحدث هنا وهناك على عقل واحد وقلب واحد ويد واحدة ومفاهيم متقاربة، ولكن الخلافات والصراعات السياسية تفرقهم، وهذه المأساة التي نعاني منها في زماننا الحاضر. أمتنا المسلمة منذ سنوات دخلت في مشكلة كبيرة. كانت هناك محاولة تغيير، محاولة إيجابية، الشعوب حاولت أن تغير أوضاعها، وهذا أمر إيجابي، وسعت في ذلك سعيا واضحا وكبيرا، وأعطت من نفسها مثلا وقدوة للعالم أجمع، ونجحت بعض هذه الدول ولم تنجح دول أخرى، لا بسبب محاولتها للتغيير ولا بسبب من قاموا بالتغيير، وإنما بسبب عدم الرضا على حدوث تغيير في هذا المكان أو ذاك، وانقلاب الأنظمة الحاكمة ومساندة المنظومة الدولية أو الإقليمية لهذا النظام أو ذاك على الرغم من إرادتي وحق شعبي. وهكذا حدثت المشاكل وتوسعت. كانت لدينا مشكلة فلسطين ومشكلة العراق بعدها، قضية فلسطين بما تمثل من أهمية وقدسية ومكان لدى المسلمين جميعا، وإذا بنا في عام 2003 أو قبله بقليل ندخل في مشكلة أفغانستان، احتلال أفغانستان غزوه واحتلاله، ثم غزو العراق واحتلاله، الذي جرى مشاكل كثيرة في المنطقة، ونحن الآن
لدينا مشاكل من مشرق العالم العربي إلى مغربه، ومشاكل هنا وهناك في العالم الإسلامي، وأقليات مسلمة بل أغلبيات مسلمة في آسيا وأفريقيا تطحن وتضطهد لأننا انشغلنا عنها بمشاكلنا الداخلية. هذا كل الوضع تسبب بحدوث كثير من الجوائح الفكرية. لن أتوسع في الموضوع، الوقت لا يتسع لذلك، ولكن اخترت هذه النقطة وهي اختلال المعايير، وسأضرب للتدليل عليها مثلا واحدا، وإلا الموضوع واسع وذو شجون كما يقولون. ومثالنا لهذا الموضوع لاختلال المعايير والضوابط في الحكم على الأشخاص والجماعات والدول والحركات والمنظمات والأفكار، نوسع الدائرة، هو سؤال: من العدو الآن؟ وأقصد بالعدو هنا عدو الأمة المسلمة عامة. السؤال هذا كانت الإجابة عنه سهلة جدا قبل هذه السنوات، فالكل يجمع على أن عدو الأمة هو الكيان الصهيوني، الكيان المغتصب لفلسطين ولبيت المقدس، حيث كانت القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للمسلمين، وما زالت هي القضية المركزية من حيث أهميتها، ولكن هناك قضايا أخرى، بحيث حتى هذا المصطلح بدأ يفقد شيئا من يعني دلالاته وسطوته السابقة. فمشاكل كبيرة تتعلق بحياة أمم، باستقلال بلاد، بذهاب بلاد كاملة، إذا قورنت بوضع إخواننا في فلسطين المحتلة عام 48 أو الضفة وغزة، قد تكون أوضاعهم من بعض النواحي أيسر وأفضل وأحسن. هذه مشكلة، لأنه هذه الصورة الظاهرية ستوقع في إشكالات كبيرة جدا من حيث تقييم الأوضاع في هذا البلد أو ذاك. لذلك بدأ الجواب يختل، من العدو؟ بدأ يظهر لنا مصطلح ثاني أو عدو ثاني، وهو عدو حقيقي، وأظهر عداءه للأمة منذ عام 1979، وهذا العداء مستمر حتى هذه اللحظة. أحس به بعضنا منذ وقت مبكر لأنه تعرض له قبل غيره، ولم يحس به آخرون إلا بعد زمن متأخر، بل أن من أحس به متأخرا كان ينعى على من كان يحذر منه في البداية، ولم يحس به كثيرون إلا بعد ما حصل بعد الثورة السورية المباركة، بل أن بعضهم لم يحس به إلا بعد ما جرى في اليمن، وللأسف ما زال بعضهم إلى الآن لا يحس به أو لا يريد أن يحس، أو يشعر بأنه يشعر الناس بأنه لا يحس وأن هناك مغالطة. لا، الأمة الآن لها أعداء كثر، لكن الأعداء المباشرين من يحتل الأرض وينهب المال والمقدرات والخيرات ويعتدي على الأعراض ويحاول أن يغير القناعات والثقافات والأفكار والمذاهب، من يشن الحرب على بلاد المسلمين هنا وهناك تحت عناوين مختلفة، ويحاول أن يصدر لهم ثورته هو النظام الإيراني. فلدينا الآن عندما نسأل عن هذا عدوان مباشران أساسيان، الكيان الصهيوني والنظام الإيراني، ننظر لهما بالسوية. هذا يغتصب فلسطين وبيت المقدس ويسيم أهلها سوء العذاب، وهذا يحتل عدة بلاد عربية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويفعل فيها الأفاعيل والعجائب التي قد لا نشاهدها حتى في فلسطين. هنا تحدث الموازنات، فيأتي أحدهم ويقول النظام الإيراني أهون من الكيان الصهيوني لأنه يدعم القضية الفلسطينية، ويأتي آخر يقول النظام الإيراني أهون من الكيان الصهيوني أهون من النظام الإيراني، لأن الكيان الصهيوني لا يفعل بأهل فلسطين مثل ما يفعل النظام الإيراني بالعراقيين والسوريين واليمنيين واللبنانيين وغيره. عندما ندخل في هذه الموازنات يقع الخطأ. لما؟ لأن كل طرف، وهذا تفكير أستطيع أن أقول هذا التفكير من عامة الناس، لأنهم يتأثرون عادة بالشيء المؤثر عليهم مباشرة، بمعنى ما
من تعرض للعدوان الإيراني، للأذى الإيراني، للاحتلال الإيراني، للجرائم الإيرانية يتمنى أن يخلص منها ولو كان المخلص الكيان الصهيوني. وسمعنا هذا الكلام من كثيرين في العراق وفي سوريا وفي غيرها، ولكنه كلام عواطف يقوله عامة الناس. وأيضا نسمع هذا في فلسطين وغيره، يقولون بأنه يا ليت أو النظام الإيراني يساعدنا ويقوم بدعم جهاتنا ضد الكيان الصهيوني ونجس استعادة بيت المقدس، فهو أفضل من الكيان الصهيوني. إذا نجي على مقاييس شرعية وفكرية ومبدئية، القضية واضحة ومحسومة. أنت لست مضطرا أن تختار عدو على عدو. بعدين أنت إحساسك ما يكون إحساس خاص محلي جزئي، وهنا الحديث ليس مع عامة الناس فهذا شأنهم، وإنما الحديث مع النخب، للأسف النخب التي اصطفت هنا أو هناك. الآن هناك محاولة لسرقة أفكارنا وعقولنا وإدخالنا في صراع وجعلنا على طرف الكيان الصهيوني أو على طرف النظام الإيراني. هناك محاولات للتطبيع مع الكيان الصهيوني بحجة الاعتداءات الإيرانية على المنطقة العربية، وهناك العكس، ولاء للنظام الإيراني وعلاقات طيبة مع النظام الإيراني وانتفاع من النظام الإيراني ومديح للنظام الإيراني لأنه يقف موقف ظاهري في دعم القضية الفلسطينية. الواقع والشرع والعقل يقول هل يدعمها لصالح القضية الفلسطينية حقيقة أم لأهدافه الخاصة؟ قد يقول قال أنا أستفيد منه وليست لي علاقة بأهدافه الخاصة. نعم، هذا عندما تكون هناك منظومة سليمة معيارية تضبط هذا الأمر بحيث تستفيد منه ولا يستفيد منك، تؤثر عليه ولا يؤثر عليك، تستفيد منه مرحليا لمواجهة معركة، كما كان هذا عيد طبعا الذهن إلى ما كان يحدث أثناء الحرب الباردة والعلاقة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية. فقد كان العرب والمسلمون بل العالم قسم مع الاتحاد السوفيتي وقسم مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يقول ذولا ملحدين، نقف مع الكتاب، ويستدل بالآيات والأحاديث. وآخر يقول نقف مع الاتحاد السوفيتي لأنه مع الشعوب العالم الثالث، مع الشعوب المضطهدة ضد الإمبريالية والولايات المتحدة الأمريكية وما إلى ذلك. واثنينهم يضحكون على ذقوننا واثنينهم أعداء لنا. وقد ظهر هذا في القضية السورية. ماذا فعلت روسيا في سوريا؟ ومع ذلك نجد أناسا إلى الآن يحسنون الظن في هذا الجانب. نعم، سياسيا ممكن التعامل مع كل أطراف الدنيا، الشرع لا يحرم علينا ذلك، ومن هنا تأتي السياسة الشرعية التي تراعي هذا الأمر، توازن بين المبدأ والعقيدة والحرص على المسلمين في كل أنحاء العالم، عدم المساس بهم، عدم جرح مشاعرهم، تفهم أمورهم. الأصل عندما أتعامل مع طرف ما لضرورة يقدرها الشرع أتعامل معه بقدرها، وأراعي في خطابي أن لا أجرح مشاعر الآخرين، بمعنى أن لا أزكي الطرف لأنه يعينني، بمعنى آخر أن نوصل قضيتي هي المعيار. يعني يجي العراقي ويقول اللي يقف مع العراق ويعاون العراقيين أنا معه، واللي ما معاهم أنا مو معه. طيب علينا على رأسك وناس ما وقفوا معانا مكرها لنا ولا بغضا لنا ولا يحبوننا وقلوبهم تتألم علينا، ولكن لا يستطيعون أو يمنعون أو ما إلى ذلك، أو يخافون أو تمنعهم إرادات دولية وإقليمية. وكذلك الحال في سوريا، لا يمكن أن يكون المعيار هو من وقف مع الشعب السوري فقط. طيب أكو ناس وقفت مع الشعب السوري وقفت ضد الشعب العراقي، وناس وقفت مع الشعب العراقي وقفت ضد الشعب السوري، وناس وقفت مع الشعب الفلسطيني وقفت ضد شعوب الأمة، وناس وقفت مع الشعب اليمني وناس وقفت ضد الشعب اليمني. طيب لما نجي نقسم هذه الأمور نجد أن طرف محمود هنا وقف مثلا مع القضية الفلسطينية كالنظام الإيراني، محمود من قبل بعض الجهات الفلسطينية لأنه وقف معه في معركة ما، ولكنه مذموم لفعله في العراق، مذموم لفعله في سوريا، مذموم لفعله في اليمن. فكيف نوازن بين ذلك؟ فإذا الموازنة تقتضي بأني كما أحس بألمي وأريد بأنه أتحرر مما أنا فيه من واقع مؤلم، أتمنى لإخوان المسلمين كذا إلى الشعور الجمعي بالمسلمين بالعرب يحقق لي هذا الأمر، بحيث أستطيع أن أوازن وأقول بأن تعاملي مع الجهة الفلانية ضرورة وهو مؤقت، وبشرط أن لا يؤثر علي ولا أعطي خسائر أكثر. يعني موازنة بين المصالح والمفاسد. للأسف الذي يجري الآن على مختلف الصعد غير هذا تماماً. العلاقة يبدو الطويلة مع هذا الطرف أو ذاك تؤثر على المشاعر، تؤثر على الأفكار، تزيل الموانع، تزيل الثوابت نوعاً ما، أو الخطوط التي يضعها الشخص بينه وبين الجهة التي تعينه أو تدعمه.
ثم ينتقل الأمر إلى تصديق ما يقول الطرف الآخر حتى وإن كان كاذبا. أساليب التقية، وهذا ما يحصل الآن في من جانب النظام الإيراني، فهو من جانب يذرف الدموع على قضية فلسطين وعلى قضايا أخرى، ومن جانب آخر يذبح المسلمين في بلدان أخرى. فإذا علينا أن نكون يعني في موقف متوازن يراعي كل هذه الأمور. أنا أتحدث عن هذا الموضوع اللي له أمثلة طويلة جدا، وأضرب مثل الآن من العراق. هذا اليوم تحديدا وأنا أستعد لهذه المحاضرة، وشفت عبارة لأحدهم على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي يدعي أنه معارض أو يقول أنه معارض للوضع الحالي في العراق ويعمل من أجل الوقوف أمامه، وإذا به يهون من موضوع العلاقة مع الكيان الصهيوني، من موضوع التطبيع بطريقة أو أخرى، ويركز كل الجهد على أن المشكلة في النظام الإيراني. ثم يقول عبارة خطيرة جدا، يقول: تصوروا أن عراقيين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية وولاؤهم وحبهم لإيران. ماشي، عراقي مقيم في أمريكا ولاؤه لإيران. يقول هذا الشخص: المشكلة أن هذا الشخص لا يراعي البلد الذي احتضنه ولا يراعي بلده العراق. يعني صارت الولايات المتحدة الأمريكية محتضنة لهذا العراقي وليست محتلة العراق وهي سبب دماره. لاحظ كيف المعايير والقيم تنقلب، يصبح الحديث عن إسرائيل هكذا: إسرائيل، ينسون الدولة العبرية، ينسون الكيان الصهيوني، أما الغاصب والمحتل يجوز ما نسمعها منهم، ويصير الحديث عن إسرائيل وما فيها العلاقة مع إسرائيل، وينبز من هنا شخص ومن هناك شخص. وللأسف تستغل هذه الأصوات الخلاف الجاري في المنطقة، ولا سيما الخلاف الخليجي، فأصبحنا كأننا الآن ينبغي علينا أن نختار موقفا من هذا أو ذاك، أما أن نصطف مع الكيان الصهيوني أو مع النظام الإيراني، وليس الأمر كذلك. اصطف مع قضايانا، مع مبادئنا، مع أفكارنا، كلاهما عدو، إن أكلني هذا اليوم فسيأكلني الآخر غدا. هذا من حيث المعلن، أنا أتكلم من حيث سياسات الدول، وإلا الوقائع والحقائق تثبت الصلات بين الطرفين. وإحنا العراقيين عانينا واكتوينا من هذه العلاقة في أيام الحرب العراقية الإيرانية، والوثائق كثيرة على الصلة في ذلك الوقت بين الكيان الصهيوني وبين النظام الإيراني، وليس هذا موضوع حديثنا. نقطة أخرى، أنه يستغل بعضهم هذا الأمر وتصريح ما وموقف ما هناك، وأقول تصريح خاطئ وموقف غير صحيح وعبارة غير سليمة ومديح ليس في وقته المناسب وتعظيم لشخص لا يستحق من هذه القيادة الجهادية وهذه القيادة المقاومة، كله غير صحيح وغير مقبول ونرفضه. وواجهنا كثيرا من الإخوة به وجها لوجه، وقدمنا النصيحة من سنوات طويلة منذ بداية الاحتلال وإلى الآن، ونعلم المعاناة التي تعيشها بعض الأطراف الفلسطينية والصراع الداخلي بين الدعم واللا دعم، بين الداعم الذي يستغلهم والداعم الذي لا يستغلهم. بل هناك تيارات داخل بعض الجماعات الفلسطينية المقاومة والمجاهدة، تيار معتدل يوازن بين الأمور ويقول نستفيد ولا نفيد، ولكن تيارات أخرى للأسف ومجموعات تكاد تنمع للداعم، لأنها تفكر بمن وضع في يدها السلاح، وضع في يدها المال لمقاتلة العدو الصهيوني، ولا تفكر في مآلات كلامها على عواطف وعلى أحاسيس الأمة التي تكتوي من هذا الذي وضع السلاح بيدك، هو بنفسه يقوم بقتلك، بقتل إخوانك في مكان آخر، كما حدث في حلب وكما حدث في الموصل كأمثلة بارزة وواضحة، عندما وقف قاسم سليماني على أنقاض حلب، وقف أتباعه ودخل هو بنفسه العراق ووقفوا على أنقاض الموصل. فلما نسمع كلمة تشيد بالنظام الإيراني لأنه دعم القضية الفلسطينية من هذا الشخص أو ذاك القيادة، حقيقة نتألم، ننصح خفية ونتمنى أن لا تتكرر، ونسمع أن هناك معاناة في هذا الموضوع من الإخوة أيضا، ولكن تكررت مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، وكلما نقول انتهت وإذا بها تتكرر مرة ثانية، وكأن هناك لا شعور بالأمة. وأنا أقول لا شعور موجود، لكن هناك مشكلة. ما هي المشكلة؟
أن المعيار أصبح هو القضية المحلية. يعني قضية فلسطين وبيت المقدس قضية المسلمين عموما، وهذا ما تؤكد عليه الأدبيات الفلسطينية ونؤكد عليه دائما وتؤكد كل الأدبيات العربية والمسلمة. لكن عند التطبيق العملي كأنه القضية محصورة بإخواننا الفلسطينيين، لا، القضية قضية المسلمين جميعا، واجب الدفاع عن فلسطين وبيت المقدس والمسلمين جميعا. فإذا علينا أن نراعي هذا البعد وأن لا نضع المعيار في الفلسطينية بين قوسين، بمعنى من وقف مع قضيتي أنا يباح لي مدحه والتفاخر بالعلاقة معه والذهاب بعيدا في هذا الموضوع بدون أن أضع بعض الاحتياطات والمعايير والمحاذير حتى لا أؤثر على شعور أبناء الأمة. فيتكرر هذا الأمر، تستغل جهات أخرى للطعن في ذوات هؤلاء الأشخاص، ومنهم من قدم للأمة كثير، ومنهم من ذهب شهيدا في سبيل الله ولا يشك أحد في إخلاصهم وصدقهم، ولكن قد يخطئون، وهذا الخطأ يبرر مرة مرتين أو يفهم، لا يبرر، يفهم مرة مرتين ثلاثة، لكن أن يتكرر هكذا مرة بعد أخرى. السبب في التكرر أن هناك يبدو فكرة مسيطرة أن معيار تعاملنا وتصريحاتنا ومواقفنا قائم على أساس قضية المحلية، من وقف معي أنا معه، ومن لم يقف معي أنا لست معه، وليس لي علاقة بالقضايا الأخرى. طبعا الفكرة ماكو هكذا فكرة في ذهن شخص، وإنما شعور وعمل وصيغة أحيانا تكون في اللاشعور ويتعود عليه الإنسان. بدأت بعض الجهات والأطراف من أصحاب النفوس المريضة يستغلون هذا الأمر للطعن في المقاومة وفي الجهاد والتجريح في الذوات وفي النيات وما إلى ذلك. وهذا أيضا يؤلم من جانب آخر، أنك عندما تنتقد أحيانا قد تفتح الباب لأمور يعني غير محمودة وغير مقبولة. أضرب مثل هنا مصطلح التعامل. التعامل هو مصطلح للتعامل مع واقع مفروض على الإنسان، فيتعامل معه بقدر هذا الواقع ويحاول أن يزيل هذا الواقع ما استطاع إلى ذلك سبيلا. إن زاد عن هذا الأمر وانتقل إلى مرحلة ما يسمى بالتعاون أو الرضا بالواقع والانسجام معه ومحاولة تأويل هذا الواقع، هذا أمر خطير جدا. وأضرب مثل بما يحدث عندنا في العراق. يعني جهات كثيرة في العراق بمرور الزمن بدأت مقاومة للاحتلال، مناهضة للاحتلال، تتأثر وتخف وتضعف وتنحسر بسبب تأميلها على حكومة بعد حكومة، نظام بعد نظام، عملية سياسية بعد عملية سياسية. ومرور الزمن بدأوا ينسون الأصل، أنه هذا النظام فاسد من أصله، باطل من أصله، لا يريد مصلحة العراق من أصله، فنم التعويل على متغير دون متغير. وقد استعجل أناس كثيرون بعد تشكيل حكومة الكاظمي ووعدوا ثم عادوا بعد ذلك واعتذروا. فإذا اختلال بين موضوع التعامل والتعاون، بل بدأنا لمسنا بعض الأصوات والأقلام الوطنية أنها بدأت تتواصل مع الكاظمي وتقدم له النصائح وتقول من باب التعامل ومساعدة الرجل على الوقوف بوجه الميليشيات وما إلى ذلك. هذه يعني الفرية البدعة الجديدة. إذا انتقلنا إلى مثال آخر، إلى موضوع فلسطين. معروف أن هناك حركة إسلامية قوية وكبيرة داخل فلسطين 48، الأراضي المحتلة عام 48، وقد انقسمت هذه الحركة الإسلامية إلى قسمين، الحركة الإسلامية الشمالية والجنوبية، بسبب الموقف من هكذا أمر، كيفية التعامل مع الكيان الصهيوني مع الدولة العبرية. احنا وقعنا تحت الاحتلال، واحنا مو مثل اخواننا في الضفة وغزة، احنا صرنا داخل ما يسمى بالدولة العبرية، فرضت علينا قوانينها، فرضت علينا جوازاتها، فرضت علينا لغتها، فرضت علينا عملتها. يصير نجي الان احنا ننكر على اخواننا من اهل فلسطين عام 48 واحتلال عام 48 ونقول له ما يصير تشيل جواز الصهيوني الاسرائيلي، ما يصير تتكلم العبرية، ما يصير تتعامل بالشكل، ما يصير. هو حياته متداخلة قائمة على هذا الأساس، ولكن هناك مصابرة، هناك مرابطة، هناك رفض لهذا الاحتلال رغم التعامل بهذه الأشياء المادية من باب أنه هي الحياة قائمة على هذا الأمر هناك. فانقسمت الحركة الإسلامية قسمين، قسم قال لا نتعامل إلا بالضروري من أجل المحافظة على الثوابت وحتى لا تنماع
المعايير، وأن هذا ممكن لأن هذه المعيشة أمر ضروري والشرع أتاح هذا التعامل الضروري. فصارت الحركة الإسلامية الشمالية، وطبعا يقودها كما هو معلوم الشيخ رائد صلاح والشيخ كمال الدين خطيب حماهم الله ورعاهما. ولاحظوا أن هذا الموقف انسحب على رؤيتهم للمواقف الخارجية، فهم رغم أنهم في داخل الاحتلال ورغم أنهم مع إخوانهم في الضفة وغزة ورغم أنهم يعلمون أن النظام الإيراني ساعد أهل غزة في التصدي الكيان الصهيوني بالسلاح والمال، إلا أن موقفهم واضح من النظام الإيراني ويعرفون بأن النظام الإيراني عدو وأن النظام الإيراني خطر على الأمة وعلى هويتها وعلى وعلى وعلى. الحركة الإسلامية ما تسمى الجنوبية قبلت بالتعامل بقدر أكبر تحت نظرية المصالح والمفاسد اللي استعملت للأسف أيضا في العراق والتي أسيء تطبيقها، فدخلت الكنيسة وما زالت إلى الآن في الكنيسة، فذهبت أكثر مما هو مطلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع. فإذا حتى داخل المثال الفلسطيني هناك مثالين على التعامل المنضبط ومثال على التعامل الذي حاول الانفلات من هذه الضوابط بدعاوى. طبعا نحن لا نتهم الأشخاص كما قلت ولا النيات، وإنما علينا بالظواهر نتعامل مع الظاهر. نعتقد بأن تصرف الشيخ رائد صلاح ومن معه جزاهم الله خيرا أقرب إلى الشريعة نصا وروحا وأقرب إلى ضرورات الواقع. هذا أيضا ينسحب على الحالة في سوريا، ما كمثل الأولى من طيل، ينسحب على الحالة في اليمن، ينسحب على الحالة في بلدان أخرى. ولكن المشكلة أنه النخبة تختل لديها هذه المنظومة ولا تفرق بين أعدائها وتتأثر بمن يساعدها بمن يقف معها كما يتأثر عوام الناس. وإلى الآن هناك حركات وأحزاب ليست إسلامية فقط وإنما قومية عروبية تصطف مع النظام الإيراني وتدافع عنه وتدافع عن أدواته في لبنان وفي العراق وفي اليمن وفي غيره بحجة بذريعة وقوفه أمام الكيان الصهيوني، دعمه لما يسمى للأسف مصطلح جميل ورائع ولكن ذهب بريقه بسبب استخدام سيله، يقولون نقف مع جبهة الممانعة التي تدعمها إيران لأنها تقف ضد الكيان الصهيوني. وما زال الناس إلى الآن يثقفون لهذا من النخب. هنا المشكلة، لو كانوا من عامة الناس من جمهور الناس كلام النخب هذا بدأ ينسحب الآن. قبل كان الأمر هين لكن لدينا جيوش إلكترونية، لدينا ذباب إلكتروني وغيره، تدخل على وسائل التواصل الاجتماعي تقول المجتمع تغير، ما لي أرى المجتمع يميل إلى موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني، ما لي أرى المجتمع ينساق إلى علاقات جيدة مع النظام الإيراني اللي قتل إخواني هنا وهناك، وإذا به ذباب وجيوش إلكترونية تحاول أن تغير قناعات الناس، قناعات الناس وأفكارها. أنا متأكد جداً للأسف قناعة منذ احتلال العراق الآن أن قناعات وثوابت ومعايير عامة الناس في الغالب لا أقول مطلقا تكاد تكون أرسخ وأقوى من قناعات بعض النخب. الخلاصة أيضا هناك من يوازن وهناك من لا يوازن، هناك من يستطيع التوفيق بين الأمرين وهناك من لا يستطيع التوفيق بين الأمرين. وأضرب مثال، نحن في العراق نعاني أشد المعاناة، أقصد بها القوى المناهضة للاحتلال وقوى المقاومة العراقية، ولكنها لم تختل في يوم من الأيام وتقول بأنه ممكن أن أهادن إيران لصالح أمريكا أو أهادن أمريكا وأمدح أمريكا ولا أتحدث عن مقاومة الأمريكان وعن جرائمهم في العراق الخاطر أنه حتى ما نعطي مجال لإيران، لأن أمريكا ممكن تساعدنا بعد أن احتلتنا. لاحظوا بعد أن احتلتنا أمريكا تجي تنقذنا، هذه خرافة وفرية لا أصل لها. يبقى الموقف متوازن، هذا عدو وهذا عدو. من سهل احتلال أفغانستان؟ من سهل غزو احتلال العراق؟ أليس النظام الإيراني؟ إذا نحن العراق محتل من الولايات المتحدة الأمريكية ومن النظام الإيراني، لا تختل هذه الموازنة، هذا هو المعيار. هذا المعيار عندما يصدق ويثبت في العراق يجعلني صادق وثابت في تقييمي للمعايير في بلدان أخرى. وعلى الرغم من معاناتنا في سبيل هكذا مواقف وهكذا موازنات حتى بدأنا نشعر بأننا قلة الآن،
نفكر بهذه الطريقة، نحاول أن نوازن، نحاول أن نتكلم الحق في كل مجال، نستخدم السياسة الشرعية ومراعاة المصالح والمفاسد والموازنات بالطريقة التي لا تسقط حقا ولا تحبط شعورا ولا يعني تزرع شيء من اليأس في قلب هذا المسلم أو ذاك المسلم. فنبادر للمشاركة في كل ما يمكن أن يعود على الأمة وليس على العراق فقط. وهنا أتحدث يعني عن القوى المناهضة للاحتلال في العراق، ومثل هذه المواقف موجودة في كل البلاد العربية، والخير كثير، ولكن يراد لهذا الخير أن لا يظهر، يراد لهذا الخير أن يستقطب بطرف هذه الجهة أو تلك الجهة. أختم أخيراً، ألخص ما تقدم حتى نخرج بفائدة مركزة، أن مساوئ الجوائح الفكرية لا تقل عن مساوئ الجوائح الوبائية، وأن الجائحة الفكرية التي نعيشها الآن وهي اختلال المعايير في التقييم ومحاولة خلخلة الإجابة الصحيحة عن من هو العدو ستؤدي بنا إلى نتائج سلبية كثيرة، أذكرها وأختم بها هذه المحاضرة. من هذه النتائج، أولا التأثير على نقاء القضية والمدافعين عنها، وقد تأثرت كثير من قضايانا بسبب هذا الموضوع. فتح الباب للتحلل من الالتزامات تجاه القضية أو القضايا من الشعوبيين والحكام. قضية فلسطين قضية واضحة، مثال واضح على ذلك، وقضية العراق كذلك، قضية سوريا، وقضية اليمن. هناك محاولة لإشغال كل بلد بمشكلته حتى لا يلتفت للصورة الكاملة، مأساة الأمة الكاملة. ثالثا، اتخاذها ذريعة لتصفية حسابات وخلافات سياسية بعيدا عن الحقائق والوقائع. وهنا فشل الكذب والوضع والاتهام والاقتطاع والفوتوشوب، بل الاختلاق الأصلي، فشل فشوا كبيرا، وأصبح الناس للأسف يصدقونه بدون سؤال حتى وإن كان يخالف الواقع ومقتضياته ويخالف معلومات الناس وقناعاته. رابعا، فسح المجال لأصحاب النيات غير الخالصة وإدعياء المقاومة ممن يسمون أنفسهم محور الممانعة للظهور بصورة المدافع الأوحد عن فلسطين والوقوف وجه الكيان الصهيوني. وهذا باطل باطل، لن يدافع عن فلسطين إلا أهل فلسطين وإخوانهم من المسلمين الصادقين. وما فعله النظام الإيراني لأهل غزة أعانهم في مرحلة التصدي للكيان الصهيوني والحمد لله، ولكن يقبض الآن النظام الإيراني الثمن، لأنه ما أعطى هذا الشيء إلا مقابل أشياء، ولذلك هو فعلها لأهداف ضمن إطار منظومة الأمن القومي الإيراني للهيمنة على المنطقة بشكل كامل. وهذا يفسر أحد الخطباء الإيرانيين في فيديو انتشر قبل أيام في محافظة خراسان، ويبدو عضو أيضا في مجلس مصلحة تشخيص النظام في طهران، يقول حدود إيران الآن أكبر من حدودها الجغرافية. إيران الآن موجودة في العراق من خلال الحشد الشعبي، إيران موجودة في لبنان من خلال حزب الله، إيران موجودة في لبنان من خلال ويسمي جهة ما لم يعلق اسمها بذهني، ولكن لا يحتاج أن يسمي جهة، النظام معه. وإيران الآن في فلسطين من خلال حماس والجهاد. وهنا الخطورة، تأخذ هذه العبارات المقصودة فتثير زوابع فكرية وخلافات في منطقتنا العربية، ويتصيد بها هنا وهناك حتى يقال بأن هؤلاء تبع، مع أنه فرق كبير بين الجهات التي ذكرها، فمنها من هو تابع ولاء وعقيدة وسياسة، ومنها وغير تابع ولكن له علاقة يقول بحكم الضرورة، وهذه الضرورة كما قلنا في البداية تقدر بقدرها. فإذا إخواني، الجوائح الوبائية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عنا، وأن يمن على المرضى بالشفاء، وأن يمن على الناس جميعا وليس المسلمين فقط بالخلاص من هذه الجائحة. ولكن الخطر في بقاء الجوائح الفكرية
ومنها الجائحة التي تحدثنا عنها هذا اليوم. هذه ملاحظات فقط من باب الألم، من باب الشعور بضرورة أن يتحدث أحد بلسان صريح في هذه الظروف عن هذا الموضوع، محاولة لإضاءة طريق ما لإعادة تصحيح المواقف، لحفظ حقوق الناس، مع ملاحظة أن من يخطئ يقال له أنك أخطأت أو ينبه، ومع مراعاة الطرق. وأتمنى من كل إخواني ممن شاهدوا هذه المحاضرة، أو ممن لهم تعلق بها، أو ممن ذكروا أو مثل بهم أو تم التحدث عن قضيتهم، أن ينظروا إلى النية، إلى الفكرة العامة، إلى الهدف، ولا يذهبوا بعيدا في أوهام قد تؤثر على تقييمهم. أيضا لهذه النصيحة التي هي نصيحتي أولا لنفسي ولإخواني ولجميع من يسمعني. بارك الله فيكم وأعتذر على الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.